وقعت وزارة الخارجية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بمناسبة مرور 50 عاما على عمل البرنامج في مصر. وقال المدير التنفيذي للبرنامج في مصر في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إن الاتفاقية تمثل شراكة جديدة مع مصر مبنية على الشراكة الطويلة الناجحة. I'm glad to today to celebrate 50 years of the World Program. أنا سعيد اليوم بالاحتفال بخمسين عاما على برنامج الغذاء العالمي في مصر والشراكة مع البلاد. خلال هذه الخمسين عاما قطعت مصر شوطا كبيرا في مسيرة التنمية. عندما بدأنا كانت تدعم برامج الغذاء والغذاء المدرسي، والآن مصر لديها برنامج ضخم للغذاء المدرسي، هو أحد أهم التجارب في القارة بأكملها. لذلك نحن فخورون بكوننا شركاء مع هذه الحكومة. أما الشراكة التي نوقعها اليوم هي مبنية على هذه الخبرة التي عملنا عليها مع مصر لمدة 50 عاما، ونحن ندرس كيف يمكننا إفادة الدول الأفريقية الأخرى والتي لديها تحديات. لذلك هذه الاتفاقية ستسمح لنا كمركز للتحالف الجنوبي والذي سيكون مركزه هنا في مصر، لكنه سيقوم بخدمة القارة بأكملها.